بحب الحلقه دي، بحب الحلقه بتاعت الكابتن عادل والكابتن اسامه. كابتن ايمن شوقي واخدهم مني على طول، بس معلش النهارده بحب الحلقه دي لان انا ايه في الكواليس الحقيقه بتبقى الامور حلوه قوي، في حاجات كتير قوي بس مش هقدر اقول يعني الحاجات. خليني ارحب بالنجمين الكبيرين الكابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ الله يخليك يا اسلام، الله يكرمك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك، الله يخليك. مش هتكلم انا حبيبي من الاول. ايوه من الاول. اديني بقى عشان ده كابتننا وده اللعيب رقم 13 في الفرقه. يا جماعه ما بيقولش الكلام ده، اقسم بالله في يعني لا 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 دي حقيقه، الاوف اير ما بيقولش الكلام ده، بس هو طول الوقت كان بيتريق علينا. كابتن اسامه وطول الوقت عايز يبطلنا كلنا كابتن اسامه عشان يبقى هو اللي عامل الرقم. هو اللي عامله. هو عامله انا عارف، بس هو اخر وقته يعني ايه، كان يقول لنا انا عاوز اموت جوه الاستاد واتدفن ورا العالم، عارف العالم اللي هو بتاعنا ورا الجون. لا لك انا حطوني ورا الجون. حصل ولا لا يا حسن؟ حبيبي اخويا الصغير مش قادر اتكلم. ماشي. كنت باخده في الاوضه عندي وفرق. كان بيعلمنا الكوره وبيعلمنا حاجات كتير. والشوط لا الشوط لا مش بيعرف الشوط. والجنبات لا مش قوي مش قوي. ها كان ضعيف فيه. كان ضعيف في الحاجات دي. لا هو بس هو اهم لعيب في الفرقه. ليه بقى؟ ما اعرفش هو كان مين زي كابتن اسامه دلوقتي؟ والله يعني صعب اقول لك ان في حد ممكن يعني يبقى قريب من الكابتن اسامه يعني. طبعا انا عارف يعني. لان انا لعبت عليه فانا عارف. لكن مين يا كابتن عادل كده يعني اول ما تقول اسامه عرابي تفتكر اسلام مثلا يعني اسلام محمد علي؟ لا واتكلمت على الفرقه بتاعتنا دلوقتي لازم يبقى اتنين. صح. بجد والله. والله صح. لازم اتنين لعيبه ياخدوا اللي كان عند كابتن اسامه يعني. كابتن اسامه كان اول لعيب تظهر لك في الملعب، ما عندكش مشكله، اول ما تمسك الكره الوحيد اللي بيظهر لك على طول. دي واحد. اتنين اكتر واحد كان بينظم لنا اللعب هو والكابتن علاء ميوب طبعا. بص بيهرب مش عايز يقول برضه. لا ما هو ما فيش حد يبقى زي كابتن اسامه. مفيش حد الصراحه. مين زي كابتن عادل يا كابتن اسامه؟ عادل خد 10. لا لا عادل كان بيعرف يجيب جون سريع. يقدر يلعب راس حربه ويقدر يلعب تحت راس الحربه يعني جناح. الاثنين في الاجنحه. لا بس هو كل واحد ليه ستايل، اصله مش هتقدر تقول واحد شبه بالظبط حد. اوكي. لكن هو كان عنده بيلعب على الجون كويس، بيتحرك كويس، عنده سرعه، بيلعب اكتر من مكان يعني زي ما بقول لك بيلعب راس الحربه الصريح. وبيقدر يلعب. مين دلوقتي برضه؟ انا لعبت كل اماكن الملعب. انا عارف. ما لعبتش جون بقى. ما لا جون لا ديفندر ولا ليبرو. لعبت ماتش افريكا سبورت. الماتش لعبت ليبرو على اصلا مالك الماتش اللي كنت بتوقع فيه. لا انا ايوه الماتش بتاع هناك وهنا. أيوة سبورت. كنت صح اول مره العب ديفندر في حياتي. صح صح. كابتن اسامه خلينا نبدا معاك. عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا في وسط شعب شقيق، ونادي الوداد نادي كبير وعظيم وواحد من اكبر الانديه في افريقيا. المباراه صعبه من كل الجوانب، جماهيريا وفي الملعب. ما نيجي نتكلم فنيا دلوقتي، حضراتكم هتتكلموا فنيا اكتر، لكن كيف يمكن التغلب على كل هذه الظروف؟ انا كلاعب انا افكر ازاي؟ انا عايز حضراتكم تقولوا لجمهور النادي الاهلي، انا لو انت لعيب هتفكر في مثل هذا الموقف ازاي؟ انت مسافر بكره، هتبتدي تحضر دماغك ازاي؟ هتبتدي تحضر تفكيرك ازاي؟ اولا مبروك للجهاز الفني والجماهير واللعيبه. الماتش اللي فات بتاع انبي قدوا مباراه كويسه يعني عكس المباريات الاخيره في الدوري العام، رغم الغيابات الكتيره في الملعب يعني كافحوا كتير وجاهدوا طوال الماتش وهم كانوا مسيطرين عليه والفرص كانت كتيره. لكن المكسب جه متاخر وفي وقت صعب جدا، وده برضو بتثبت التملي المقوله اللي احنا بنقولها ان روح النادي الاهلي والاصرار وعدم الياس لاخر ثانيه، انك تجيب جونين في الدقيقه 94 و97 مش موضوع سهل يعني. طبعا ساعات سهل قوي ترمي الفوطه وخلاص والموضوع ينتهي لكن قدروا يرجعوا للماتش وعملوا ماتش. هيفرق معانا الماتش الجاي ده كده. طبعا نفسيا ما انا عشان كده قدمت المقدمه دي. نفسيا طبعا بتفرق كتير، خاصه ان كان زي ما بقول لك ناس كتيره غايبه ومهمه. لكن اللعيبه كانت رجاله يعني وقدموا مباراه جيده يعني. بالنسبه بقى لمباراه المغرب، حضروا نفسهم ازاي الشباب؟
اولا اول حاجه لازم يلغوا موضوع الحكم. ايوه أو النبي يا كابتن قول الكلام ده لانه مهم جدا. طبعا جداً. اول نقطه، واعتقد ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو اكيد مستر موسيماني واكيد الناس المختصه بالكره كلها تقدر تتكلم في الكلام ده، لانك انت هتقعد تدخل مع الحكم في حوارات كتيره من اولها مركز. هتخرج ايوه هتخرج نفسك بره التركيز. صح. فلازم يبقى انا شغل الشاغل ال 90 دقيقه، او اذا الامور يعني حصل فيها غير كده لغايه اخر ثانيه، يعني لغايه حتى لما توصل اذا كانت هتوصل لضربات جزاء، يعني لاي موقف هتوصل فيه، انا اقصد انك تبقى مركز 90 دقيقه بعيد عن الحكم. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه الجماهير، لابد انك انت اولا لعيبه الاهلي اتحطوا في المواقف دي كتير، يمكن في بعضهم صغير شويه لكن لعيبه كتير زي الشناوي، السوليه، قفشه، شريف، كل دول اتحطوا في المواقف دي كتير، هاني، حمدي، ياسر، يعني لعبوا مع المنتخب تقريبا نسبه كبيره لعبت لكن هنقول بس بعد عدد قليل اللي ما لعبش في المواقف دي. ايوه. فمتوقع جمهور المغرب هيملى الملعب وده طبيعي، يعني نص الملعب على الاقل، يعني ده اقلها، يعني هيبقى في نص الملعب بلده، يعني اكيد هيبقى مال الملعب ونهائي. فبرضه ما اشغلش نفسي بالجمهور. أيوه. يعني ما اخشش في مهاترات مع الجماهير، ما اخشش في استفزازات مع الجماهير، احط زي ما بيقولوا قطنه كده في ودني ولاغي كل تركيزي المستطيل الاخضر والمهام اللي انا هقوم بيها وهعمل ايه لفرقتي عشان تطلع في احسن صوره. دي اول نقطتين. الحاجات بقى اللي هي الفنيه اذا حابب نتكلم فيها دلوقتي او مع الوقت، يعني قدامنا لسه هنتكلم اكتر يا كابتن عادل، لكن دول اهم نقطتين اللي هي الحكم والجماهير، ان انا افصل نفسي عن الموضوع ده. انا كلاعيبه يا كابتن عادل ابص للاعيبه اشوف الوداد بيلعب ازاي، انا مثلا كباك رايت مثلا انا ابص اشوف الباك ليفت والوينج ليفت واللي بيجي ناحيه الشمال كلهم بيلعبوا ازاي، ولا اشغل نفسي بالفرقه اكتر كلاعب؟ كلاعب طبعا. يعني اهم نقطه انك انت يعني عاوز اسهلها مش عاوز اصعبها شويه، اللي هو اللي بالفكر التركيز اللي احنا كتير قوي كنا فاهمينه مش صح، حته التركيز ان انت يقول لك لازم تكون مركز متنشن الحاجات دي، لا كل واحد بطريقته. المفترض ان انت في مفاتيح انك انت بتستدعي بيها اللعيب اللي هيلعب عليك، يعني بمعنى ايه؟ انت لما تيجي تتكلم مع لعيب تقول له انا بلعب باك رايت مثلا وهيلعب عليا واحد ناحيه الشمال، تستدعيه في ذاكرتك ازاي بيدخل يعني انا لو هلعب عبد القادر مثلا، عبد القادر ازاي بيوقف وازاي بيتحرك وازاي بيخش، بتفرج له كتير، ودي من تحضير مع الجهاز الفني. ايوه بيساعدوا فيها الجهاز الفني، انت كلاعب ممكن يساعدك الجهاز الفني ان هو يديك كل مفاتيح اللعيب اللي هيلعب عليك او طريقه اللعب اللي هتتلعب عليك. ايوه. دي واحد. الحاجه الثانيه تركيزك بقى انك انت طول الوقت هتعمل ايه وفي الاوقات هتعمل ايه، لانه هو انت كلاعب برضو بعد ما بتاخد من المدير الفني ومن طريقه اللعب بتاعتك ابتكارك، انت بتاخد خطوط عريضه طبعا، انت بقى اللي بتحط بصمتك عليها، ازاي تحط بصمتك، ازاي تشتغل عليها. بس هو النقطه الوحيده اللي اتمنى، يمكن الكابتن اسامه اتكلم في كل النقاط وغطاها، بس النقطه الوحيده اللي اتمنى في الفاينل ده اشوف روح النادي الاهلي فقط وفي لنة النادي الاهلي. روح لاعبين النادي الاهلي لو حضرت في اي وقت، انا ما بخافش على الفرقه خالص. يعني الماتش ام بالكابتن اسامه اتكلم عليه، دي روح النادي الاهلي، دي روح لعيبه النادي الاهلي من قديم الازل الى الان. ده حته عدم الياس، حته انك انت مؤمن ان انت لازم تكسب في الوقت حتى لو الوقت ضايع. ولكن بالنسبه للاعب الواحد، كل واحد بيتكلم يعني بيفكر اولا في واجباته، ثانيا واجباته الملتصقه بالواجبات بتاع اللي جنبه واللي قدامه، وفي الاخر الامر انك انت بتلعب 90 دقيقه تاريخ. ايوه. كاس افريقيا. أيوة. كابتن اسلام، مش كاس افريقيا انك بتفوز بس، انت في كاس عالم، انت في لا الثالثه للتوالي على التاريخ. وفي حاجه مهمه قوي يا كابتن، انك انت احنا بنتكلم في عالم الاقتصاد دلوقتي كره القدم، عالم الاقتصاد اقتصاد انت برضو في حاجه بتساعد ناديك. صح طبعا، بتساعد ناديك طبعا،
وانت كره القدم بقت صناعه دلوقتي. طبعا اللي يعرف يصنعها كويس واللي يعرف يشتغل فيها كويس واللي يعرف يجيب دخل فيها كويس هيشتغل كتير. فهي حته انه المباراه دي الغي من دماغك حاجتين، انك انت بتلعب في المغرب، انت بتلعب في استاد القاهره، دي ناحيه ذهنيه لازم تتربى جوه اللعيبه دي. والله يا كابتن عادل يعني اقول ان انا بلعب في اي ملعب وخلاص. الفكره بتتسلل للعيبه ازاي يا كابتن اسلام؟ ازاي انك انت تهيئ له كل الظروف ان هو يعمل كده. انك انت بتفكر انا بلعب خارج ملعبي، لا انا عايز الاعداد النفسي بتاع اللاعب، واللاعب نفسه يعمل اعداد نفسه، الاعداد النفسي بتاعه انه بيلعب جوه ملعبه، ولا يبص ان هو، لان دي بتفرق معاه في طريقه اللعب. اوكي، انت طول العمر لما بنخرج نلعب بره عاوزين نتيجه علشان نرجع نكسب هنا، مظبوط، او لما بنجيب نتيجه هنا عاوزين لا احنا دي مباراه فاينل، يعني ان شاء الله تكون الروح بتاعتنا اهم حاجه وبدوس عليها، روح لعيب النادي الاهلي. كابتن اسامه، يعني هل دلوقتي من حضرتك اقترح عليا، هل احنا وحضرتك كابتن عادل برضو، هل احنا محتاجين ان احنا نتكلم في تعنت الاتحاد الافريقي واللي بيحصل من الاتحاد الافريقي والكلام ده كله، ولا خلاص بقى خلينا نتكلم فيما هو قادم؟ مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ بالفعل الاجراءات اللازمه، ان هو قال سلبا او ايجابا انا مكمل في المحكمه الرياضيه، وبالتالي هل لسه محتاجين ان احنا نتكلم في تعنت الاتحاد الافريقي وكذا، ولا خلينا نركز بقى على النواحي الفنيه والكلام ده؟ اعرف بس رايك. لا طبعا وجيته. يعني موضوع المجلس الاداره ياخد خطه زي ما هو عايز وحقه طبعا. لا، واحنا هنرجع نتكلم في الموضوع بس ممكن بعد يوم الاثنين. ايوه، يعني حقه طبعا، ولانه ده حق جماهير، ملايين طبعاً من الجماهير الشعب المصري او حتى محبين النادي الاهلي خارج مصر يعني. فده طبيعي حق مجلس الاداره يدافع عن حقوقه طبعا، لكن لازم يبقى فيه خط فاصل بين الجهاز الفني واللاعبين وموضوع المباراه. أوكي. خلاص كل التهيئه على احداث المباراه وما هيتم فيها، لانها هتتلعب يعني خلاص. خلاص موضوع حسم كلعب يعني هناك. انت تمشي في اجراءاتك اللي انت عايزها، لكن اللعيبه لازم تروح وعارفه ان ما همهاش. عشان كده انا اتكلمت على موضوع الحكم واتكلمت على موضوع الجماهير، لانك دي خلاص مش مسؤوليه اللعيبه، مش مسؤوليه اللعيبه بقى ان الماتش هيتلعب هناك مش هيتلعب هناك، مش ده اللي هيقعد يشغل وقتهم وتروح منهم الحاجات الفنيه اللي المفروض تتعمل منهم، سواء مناطق قوة ومناطق ضعف أو مراكز قوة ومراكز ضعف في الفرقة التانية بالنسبة لنا احنا اللي نستغله. هو ده الشغل الشاغل للعيبة والجهاز الفني. فطبعا لازم نفصل بين موضوع ما يتم من مجلس الإدارة أو الإجراءات اللي تتاخد والمباراة نفسها. انا بتكلم احنا كقناة الاهلي، هل نتكلم في كده يا كابتن عادل؟ لا. ولا خلاص بقى نبتدي نتكلم في الفني ونركز مع الفرقة ونركز مع، احنا الحمد لله بكرة ان شاء الله الفرقة مسافرة، باعتين معاها الكروب بتاع القناة من اول دقيقة لاخر دقيقة. طبعا كل ما يهم جمهور النادي الاهلي وكل ما احنا كل حاجة نقدر نعرضها بنعرضها، لكن في حاجات طبعا ما بنقدرش. طبعا. لكن في النهاية لانها حاجات خاصة بتكتك وكده، عشان ما حدش يروح يعني، حاجات خاصة بتكتك وكده ما بنعرضهاش. هل لسه بقى نقعد نتكلم في التعنت، ولا خلاص التعنت اتعرف وبقى واضح؟ ولكن في النهايه زي ما كابتن، وجهه نظري برضو، انا وجهه نظري قريبه من وجهه نظر الكابتن اسامه، ان احنا في النهايه خلاص الماتش هيتلعب يوم الاثنين الساعه 9 في ملعب محمد الخامس. افضل حاجه عندنا في النادي الاهلي ان بنفصل اللاعبين عن كل الاجراءات الاداريه. أوكي. او حتى الاعلاميه، بدليل انك انت عندك استراتيجيه شغال بيها، انك انت ما تتكلمش كلاعب على الاعلام وما تتكلمش كلاعب على التحضيرات والحاجات دي كلها، لكن من حقنا احنا ان احنا نبين للناس ان انت في تعنت. ومش في تعنت بس كابتن اسلام، الموضوع اكبر من تعنت. اوكي، الموضوع ان هم مش عايزين النادي الاهلي يكسب البطوله الثالثه دي، مش لاول مره. 2007 يعني ايام العرجون، مباراه العرجون. انا كنت بلعب، انا كنت في الملعب. انت كنت في الملعب، بانت تماما يعني الاثنين بنالت اللي في الاخر، بان تماما انك انت المطلوب انك انت ما تكسبش. وعاوز اقول لك حاجه، يعني خلينا نتكلم في حته انك انت طول الوقت في مضايقه ليك، او مش تعنت بس، هو التعنت ما هو جاي من جوه هنا برضو، خلي بالك. ايوه، النقطه دي مهمه قوي. انت هنا جوه
في تعنت. اما بالك بقى بره انت ايه اللي بيحصل، واحنا كلنا شايفين. علشان كده مجلس الاداره وكل القائمين على الكره في النادي الاهلي بياخدوا حق النادي تماما، بس يعني هم بيشتغلوا في من ضمن اللوائح يعني، انت فاهمني. لكن احنا كاعلام انا بكلمك بمنتهى الامانه، لا احنا شايفين ان في تعنت، وتعنت جامد قوي. أيوه. يعني ايه فرقه؟ احنا اولا لازم الناس تفهم حاجه، اولا احنا والمغرب اشقاء، مش مباراه كره. أيوة. قدم مهم قوي ده يا كابتن. مش مباراه كره قدم اللي هتفرقنا، دي رقم واحد. حتى احنا المشكله مش مشكله الوداد كمان. أيوة. المشكله انت معاك مع الاتحاد الافريقي فقط لا غير، علشان حتى كمان الناس تبقى عارفه طول الوقت، طول عمرنا ما هنسمح ان يكون في انشقاق بيننا وبين اخواتنا العرب او المغرب او الجزائر او تونس، احنا كلنا واحد، كيان واحد. ولكن في نفس الوقت لما بتشوف الظلم بيقع عليك، يعني ايه انك انت يعني الاتحاد الاوروبي عامل الثلاث مواسم القادمين لغايه 25 محدد الملعب. انت لو كنت حددت الملعب من اول البطوله كان ايه المشكله؟ مش عارف. دي واحد، هي دي القصه، ان احنا يعني الموضوع اتكلمنا فيه كتير. اتنين يا كابتن اسلام، ودي المهمه. اتفضل. في نقطه الناس يمكن غايبه عنها شويه. هو انت بتحدد الملاعب وبتلعب ليه في الملاعب اللي المحايده في افريقيا زي اوروبا؟ انت عارف ليه بالذات في افريقيا؟ علشان انت عايز تنشر اللعبه اكتر، عايز تساعد البلدان اكتر. ازاي تديها؟ أيوة صح. ازاي تديها لبلد سنتين ورا بعض؟ هي دي المشكله. انت فاهمني؟ يعني انت لو حطيتها بتحاول تنشر اللعبه اكتر، وبتحاول تساعد البلاد الافريقيه اللي عندها امور صعبه، بتحاول تساعدها. انت لو وديتها نيجيريا، وديتها غانا، وديتها اي ليبيريا، اي دوله، مفيش اعتراض. انت نفسك الاتحاد الافريقي عارف ايه اللي هيحصل، تقول انا لا، انا بالعكس انا عاوز انشر اللعبه في افريقيا، عاوز اساعد كل الدول الافريقيه. مظبوط. لكن تعملها سنتين في المغرب دي بتديك، ولكن بغض النظر عن اي حاجه اللعيبه ماشيه في طريق، والنادي لازم يحموا الناس، لانه فعلا فعلا لما بنسكت بيفتكروا الادب دائما. الناس بتفتكر الادب غلط. بيفتكروا ان الناس اللي ماشيه بمنتهى الحذر والادب والاخلاق والحاجات دي بيفتكروا ضعف، خلي بالك. ودي مشكله في هنا حتى معانا. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، اكتر من مره الفار بيظلمك، والفار دي انا مشكلتي مع الفار حاجه واحده يا كابتن اسلام، انك انت عندك وقت، يمكن الحكم ممكن لقطه وتنتهي عنه، لكن الفار دي انت بترجع وبتجيب وبتروح وبتعمل وبتشوف. ليه انت بتكرر دائما القرار؟ بتقعد 7-8 دقايق اهو بتشوف الماتش الاخراني ده. انت بتدور على اي بص اي جون من ساعة ما الفار اتعمل للنادي الاهلي لازم يتراجع، حتى لو الشناوي اللي جايبه. لازم يراجعوه. لا اصل انا يعني قاعد في الاستوديو التحليل وعمالين نحلل الموضوع، حتى لو الشناوي اللي شاطها وجابها جون من الجول للجول هيراجعوها تاني. واحيانا اول ما الفار بس على النادي الاهلي بيبقى حاجه، بحس ان الفار بيزقطط وبيجري وفرحان قوي وبيدي. فانت كل الحاجات دي لو سبتها خلي بالك هيفتكروك ان انت الموضوع عادي بالنسبه لهم وبيزيد. لا انت لازم تحمي نفسك وتحمي الناس. واحنا احنا احنا كاعلام في قناه النادي الاهلي لما نيجي بنتكلم احنا بنتكلم الحقيقه. انا عمرنا ما طالبنا الحكم يدينا ازيد من حقنا. احنا عايزين حقنا بس وحق الفرق، ودي الناس الاخرين زي ما انت عايز. طيب كابتن اسامه، يعني برضو علشان نوضح لكل جمهور النادي الاهلي ونوضح لكل الناس، احنا ياما لعبنا في المغرب طبعا، وقد تكون المباريات اللي لعبناها او دايما مبارياتنا مع كل الفرق المغربيه هي مباريات ذات طبع خاص. يعني عمرك مثلا ما تروح تلاعب اي فريق كبير في المغرب او صغير، او يعني اي فريق له تاريخ كبير في المغرب، وتلاقي ان الماتش سهل حتى لو في دوري المجموعات، حتى لو ماتش ودي، صح ولا انا بتكلم طبيعي؟ كل الماتشات اللي مع الشمال الافريقي، مغرب، تونس، جزائر، يعني يمكن اخفهم شويه ليبيا بحكم يعني خبرات، حتى مع ليبيا في الفتره الاخيره، حتى مع ليبيا برضو ماتشات يعني ماتشات بتبقى صعبه سواء على مستوى النادي او المنتخب، لان انت بتلعب على زعامه الكره الافريقيه والعربيه الاثنين مع بعض. صح. انت هم في احنا في الجزء الافريقي واحنا عرب،
فانت بتلعب على زعامه الكره العربيه والافريقيه مع بعض. أيوة. ولذلك تلاقي تملي الماتشات ديت بتبقى ماتشات فيها تنافس شديد جدا، فيها كميات جري كبيره، فيها تكتيك عالي جدا، فيها التزام خططي واللعيبه كلها مركزه، بتبقى تملي ماتشات صعبه ومن النادر بتلاقي فيها نتائج كبيره. يعني تملي تلاقي حصل بعد طبعا النتائج كبيره، كسبنا ترجي قبل كده 6، كسبنا ماتشات تانية 4، لكن هتلاقي عدد ماتشات قليل، لكن معظم الماتشات بتلاقيها في ظروف الواحد صفر، 2-1، 1-1، مفيش ماتشات سهله، تملي ماتشات رايحه جايه يعني. فاكيد المباراه طبعا هتبقى صعبه يعني، مفيش شك في كده، لكن النادي الاهلي لعب كتير قوي بره وكسب. انا اعتقد انت كنت في ماتش الصفاقسي طبعا، ماتش الصفاقسي كسبانينه في اخر ثانيه والناس بتحتفل في تونس، وابو تريكه جاب الجون الاخير دوت في الثانيه الاخيره. وقبل كده انا في لما كنت في الجهاز مع مستر مارتن يول، كنا مع الوداد المغربي في المغرب، كنا متعادلين هنا، رحنا هناك رامي ربيعه كسبناهم 1-0 هناك، الكلام ده من 3 4 سنين. الوداد المغربي الوداد كسبناهم 1-0 في المغرب بجون لرامي ربيعه. فانا اقصد ماتشات كتيره جدا كسبناها خارج ملعبنا، فدي مش ان شاء الله ما تكونش عائق. ما فيش شك زي ما عادل قال، كان نتمنى الاتحاد الافريقي يبقى عادل فيها ونلعب في ارض محايده، لان ده المنطق بيقول كده، ما تديش لفرقه ماتشين ورا بعض في نفس البلد يعني. لكن النادي الاهلي قادر انه يتخطى العقبه ديت. الهدف كبير جدا قدام اللعيبه، البطوله الثالثه على التوالي. ايوه، ودي حاجه مش سهله يعني، موضوع صعب جدا جدا يعني. الحمد لله انا يعني كنت في جيل قدرنا ناخد كاس 3 مرات ورا بعض، اللي هم 84 و85 و86، واحتفظنا بيه للابد. ولكن الدوري كمان اصعب يعني، ابطال الدوري ما اتحققتش في القاره الافريقيه خالص لاي فريق، فطبعا هيبقى انجاز كبير جدا، فالهدف كبير. فمش مهم بقى هنلعب هناك في المغرب، هنلعب داخل نادي الوداد نفسه، اللعيبه لازم تفصل نفسها عن الموضوع ده، والهدف هو اللي بقى قدامها يعني. الكاس ده اللي هو الثالث على التوالي اللي هيخش دولاب النادي الاهلي، هو ده اللي هيبقى قدامه يعني، وقادرين على انه يعملوا كده يعني. طيب، ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل برضو عشان اقفل النواحي دي تماما، الجمهور ياما شفنا برضو، وخصوصا برضو مباريات الشمال الافريقي خصوصا المغرب، المحبه موجوده والاحترام ما بيننا وما بينهم دائما موجود، ما بيننا وبين الشعب المغربي دائما موجود، وما بيننا وما بين الوداد والرجاء موجود وكل حاجه، والجيش الملكي والكلام، ولكن في النهايه انا عايز اكسب. فالضغوط دي كلها شفناها كتير جدا جدا من 1907 لغايه دلوقتي يعني. انا ممكن احولها ضغوط عليهم هم كلاعبين يعني. لو انا ركزت كويس قوي في الملعب، وانا دائما كنت اقول للعيبه مثلا في الماتشات الكبيره اقول لهم ايه، خلي النظر بتاعك تحت، ما تخلوش يطلع فوق كده خالص على الجمهور يعني. على الجمهور. اه، انت لو طلعت فوق هتروح بذهنك معاهم. اه، ولا كان بيتفرج عليك حد. انت انزل متع نفسك، ما تخافش من اي حاجه، اعزل، عندك جدار عازل بينك وبين الجمهور، وانت تحول الضغط بتاع الجمهور اللي معاهم عليهم. انك تعمل ايه؟ انك تكون مركز في كل كوره. كرة القدم يا كابتن اسلام في الوقت الحالي هي مواجهات ثنائية في كل الملعب، مع تشجيع مدرج. ايوه، انت دلوقتي لو خدت المواجهات الثنائية اكتر، المدرج بيهمل، بمعنى انت احيانا المدرج بيبقى نازل وانت عارفه بيأزر فرقته قوي. طبعا، اول ما يلاقوك بس ماسك الكورة، تاخد حاجات ثنائية بينك وبين الفرقة بتقدر عليها، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هم الجمهور حتى بيهمل. ولكن لعيبه النادي الاهلي هيعزلوا دماغهم خالص عن الجمهور، انا واثق من دي تماما، ولا هيبصوا له خالص، وواثق كمان ان شاء الله يعني قدراتهم جوه الملعب. وانا بكرر روح الاهلي، روح الفلنة الحمراء في المباراه دي يعني. انا ما بحبش كلمه حياه او موت في مباراه، لان الدنيا مش كده خالص، هي دي لا مباراه، طبعا دي كره قدم، هي مباراه كره قدم، تعمل خلاص تعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكرمك. لكن انت بتتكلم على مباراه
هيعمل مجد أيوه. كبير قوي للجيل ده. احنا الجيل بتاعكم لما بنتكلم وبيتكلموا على طول الوقت الجيل بتاعكم اللي هو كان الناس اللي لعبوا ابو تريكه ومحمد شوقي وانت وبركات وعماد متعب ووائل جمعه وعصام الحضري الناس دي كلها طول الوقت بيذكروا فيكم ايه؟ اهم نقطه انكم كنتوا جيل قوي عايز الجيل اللي قبله الجيل اللي كان متواجد قبليكم والجيل اللي قبله والجيل الثمانينات والجيل السبعينات دائما هذه الاجيال متواجده. اهم نقطه في النادي الاهلي انك انت طول الوقت حاسس انك انت بطل. لو ما حسيتش الاحساس في المباراه دي لازم نازل انت بطل. مفيش يعني ايه الروح بتاعتك العاليه الجدعانه بتاعتك بدون ضغط. ان النصر والهزيمه من عند الله لكن بايدك حاجه واحده بس روحك تمام جدعانتك تمام اتعب وسيب الباقي على ربنا. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ان الكلام ده مهم جدا اهم الكلام وجهه نظري الكلام اللي الكباتن الكبار العظام دول اللي ياما شافوا خلال الفتره السابقه الكلام اللي هم بيقولوه ده كلام مهم جدا 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 وده اللي يخليك تنفذ اللي مطلوب منك من المدير الفني وانت مستريح. بعد الفاصل نتكلم فنيا اكتر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن اسامه. ايه راي حضرتك في هذه النسخه من دوري الابطال؟ افريقيا طبعا فيها بعض المباريات القويه والفرق القويه وطبعا منهم اخر فرقتين وصلوا اللي هو الاهلي والهلال صن داونز وداد الاهلي والوداد صن داونز طبعا كان بيأدي بشكل كويس مترو اتلتيكو كان بيأدي بشكل كويس في بقى فرق ظهرت بمستوى اقل نسبيا يعني بالنسبه لي كانت مفاجاه طبعا نادي الزمالك يخرج من دوري المجموعات الترجي برضو كان مفاجاه انه يخرج بعد ما حقق نتيجه كبيره خارج ملعبه وخسر يعني في بعض الفرق في بعض الفرق كانت مفاجاه انها تخرج بدري بعض الفرق ظهرت بالمستوى الطبيعي بتاعها اللي هو النادي الاهلي ثالث مره يوصل على التوالي الوداد بقى له برضو اكتر من مره في النسخ الاخيره بيواصل ويوصل للنهائيات ففي بعض الفرق اللي ادت بشكل كويس وفي بعض الفرق الاخرى اقل في المستوى لكن في المجمل بطوله جيده طبعا. كابتن عادل كيف ترى هذه المباراه من الناحيه الفنيه اهلي وداد؟ يمكن خلي بالك احنا بنقول الاهلي وداد ده صح لان القرعه قالت الاهلي يتقال الاول الاهلي الاول يعني انا بتكلم على النادي الاهلي يهمني بس اول حاجه ان اللعيبه تكون سليمه ان شاء الله اوكي لان احنا عندنا مشكله اللعيبه يمكن اتصرفنا فيها كويس قوي كنادي اهلي يعني اتصرف فيها كويس انه لعب اخر مباراتين من بدون اللعيبه اللي كان في عندهم اجهاد واللي كان عنده اصابات عشان بيتحضر للمباراه دي هي دي بس العقبه اللي المفترض ان شاء الله تكون اللعيبه في حالتها الجسديه او بالمعنى الاصح يكونوا اتشافوا من الاصابات البسيطه اللي كانت عندهم. اسلام محمد عبد المنعم يمكن انا مش عارف يمكن مش قريبين منهم كفرقه ولكن احنا بنتكلم على انهم ان برضو ياسر ابراهيم كان دخل كان بيمر باحسن حالاته الفنيه ديانج حمدي فتحي عمرو السليه انت بتتكلم على نص الملعب انا مش عارف يعني الناس المباريات اللي فاتت المباراتين اللي فاتوا اللي النادي الاهلي لعبهم وناقص الثلاثه بتوع نص الملعب يعني لازم الناس عملها ازاي دي النادي الاهلي عملها صعب في صعوبه جدا انك انت ثلاث لعيبه مهمين جدا نص الملعب بتاعك يمكن عوضت بيهم قفشه يمكن قفشه عجبني جدا في الحته الدفاعيه ويمكن الحاجه دي هتعود على قفشه دي انت هتلاعب فرقه عندها حته الكره الثابته صعبه جدا عندهم اطوال عندهم تكتيك كويس بيعملوه يمكن الكره الثابته بتاعتهم بقالهم خمس سنين الوداد بيشتغلوا عليها بس اللي هي لا يسرع على العرض القريبه لا ينزل لا تتعمل على البعيده وينزلها تحت ودي حاجه مهمه جدا افتكر أيوة. انك انت بتتكلم على طرفين بتوع الوداد ممكن تقدر تلعب عليهم كويس يمكن عايزين لعيب مهاري انا طبعا مش هقول مين من لعيبه الاهلي اتمنى مين لكن انت عايز لاعب مهاري واحد يروح واحد على واحد لان عندهم بطء غريب عندي الحته برضو في السرد باكين عندهم في بطء غير عادي انت تقدر تشتغل فيها اما بالنسبه للنادي الاهلي الكور الثابته اللي عليك لازم تبقى اشتغل عليها كويس قوي 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 لانه يمكن دي الصعوبه اللي هتلاقيها
وهتلاقيها صعبة جدا مع فرقة الوداد. ولكن في الآخر عايز أقول لك إنه لو مسكنا الفرقتين أفراد هتبص تلاقي أنت متفوق عليهم بعض الشيء، يمكن ممكن تقول 6-4 لو أنت مسكت كأفراد كواجبات مراكز، لكن بعد التشافي اللي أنت عندك ممكن توصل 7-3. يعني أنا بتكلم على العدد هنا والعدد هنا، الخبرات أعتقد الخبرات حاجة تانية. المهمة الضغط اللي حصل وهم عملوه طول الوقت اللي فات، وانت كان عندك مشكلة مع الاتحاد الافريقي، افتكر ان هي ممكن تعود عليك بإيجابية انت لو عرفنا نستغلها نفسيا مع اللاعبين. ايوه افتكر ان ده هتبقى سلاح ومفتاح كبير قوي لينا في المباراة القادمة ان شاء الله. كابتن اسامة، كيف تغير شكل الوداد تكتيكيا وخططيا؟ أيوه. خططيا مع وليد الركراكي. هو انا شفت لهم طبعا الماتشين كلهم بتوع بترو اتلتيكو اللي هم كسبوا فيه 3-1 واللي تعادلوا فيه 1-1. هم لعبوا بنفس التشكيل وبنفس الطريقه، لعبوا في الماتشين لعبوا 4-2-3-1، بيلعب احمد رضا تجناوتي اللي هو حارس المرمى، حارس جيد ومن الحراس الجيدين في المغرب، عندهم العمود وفرحاني واشرف داري ويحيى عطله، هم الاربعه مدافعين لو كويسين على فكره. كويسين يعني انا كنت ما وبينقلوا بيبداوا الهجمه كويس، باكين كمان بيعملوا اوفرات كويسه. بالذات من ناحيه يحيى عطله اللي هو الاشول ناحيه الشمال، يعني عندهم اتنين ارتكاز اللي هو يحيى جبران والداودي، ويحيى جبران هو اللي واخد الناحيه الدفاعيه اكتر، ممكن الداودي ده بيهاجم وبالذات من ناحيه الشمال. وعندهم بقى 3-1، عندهم بديع اوك بياخد ناحيه اليمين، هو طبعا في الطول هو اقصرهم لكنه مهاري جدا وبيعدي وبيعرف يعمل كرات عرضيه كتير خطر، يعني حتى في الماتش الاخير بتاع اولمبيك خريبكا في الدوري عمل كرات عرضيه كتير خطر، فهو ده الجنب بتاعهم اللي فيه بيبقى العمود وبديع اوك ناحيه اليمين. ناحيه الشمال بيلعب يا جعدي ناحيه الشمال يا اما ساعات ايمن السوني ايمن، وده راجع من الاصابه وده احسنه، ده افضل، ده مش ايمن احتمال كبير بس هو لعب الماتشين بتوع هو افضلهم. ساعات بيلعب ياخد تحت راس الحرب وساعات بياخد الجناح الشمال، والجعدي عكسه، يعني الجعدي يا اما يبقى على الطرف يا اما هو تحت. ومبونزا قدام اللي هو راس الحرب الافريقي، هو ايمن الحسوني هو اللي بيصنع الالعاب والمهاري وبيعرف يلعبهم وبيكمل من تحت على الجون كويس، وبديع اوك بيبقى واخد الخط قوي، خط يعني واخد الخط قوي، جناح أوبر. جناح تملي يعدي يعمل الكروسات، يعني ما بيخشش للعمق عشان التسديد والحاجات دي كتير، ويكمل ثالث وبتاع ما فيش قليل، لكن هو شغله تملي من الخارج ويعمل كرات عرضيه، يعني هو تملي التمريرات العرضيه او البينيه للمهاجم اللي جاي عكس هو اللي بيعملها، هو اللي بيعملها، ويبقى جنبه ايمن الحسوني وده امهرهم وبيكمل على الجون كويس، وعنده طول كويس، وزي ما عادل قال بيبقوا مميزين في الضربات الثابته، يعني حتى الجون اللي تعادلوا بيه في مباراه بترو اتلتيكو كانت ضربه ثابته، والسرد باك اللي هو فرحاني هو اللي طلع وجابها براسه، يعني هم طبعا انت عارف لعبت كتير وكلنا لعبنا كتير قدامهم، مميزين طول عمرهم في الضربات الثابته بالاوفرات والكور الثابته. فده التشكيل تقريبا الثابت بتاعهم، بيحصل بعض التعديلات لكن ده بنفس الشكل بيلعب بنفس الشكل. في ماتش اللي كانت مفاجاه في ماتش بترو اتلتيكو، رغم انه كسبان الماتش الاولاني 3-1 خارج ملعبه، انا توقعت انه هيستغل دفعه الجماهير وهيبقى ضاغط قوي وكده، لا ده بترو اتلتيكو هو اللي كان مهاجم، ودي برضو تدي ثقه لعيبه النادي الاهلي انه يقدر يهاجم هناك وانه يقدر يروح على الجون وانه يقدر يستحوذ وانه يقدر يلعب. كانت بترو اتلتيكو هو اللي مهاجم وهو اللي جاب الجون الاول وكان ضاغطهم، هم كانوا قلقانين يعني رغم انهم كسبانين بره 3-1، لكن هم اتعادلوا بسرعه يعني بعديها ب 10 دقايق ولا ربع ساعه، يعني ما خدوش وقت في الضربه الثابته، لكن هم ما كانوش في احسن حالاتهم في المباراه دي على فكره. لا ما كانوش، يعني مباراه بترو اتلتيكو الخارج ملعبهم كانت افضل بالنسبه لهم من مباراه بترو اتلتيكو في المغرب، و يعني بيبداوا الهجمه من تحت، بيعملوا استحواذ كويس، طبعا عندهم انت عارف الكرات العكسيه دي تملي بيعملوها اللي هي من اتجاه اليمين خالص للشمال او العكس، دي بتتعمل كتير، بيلعبوا على الخط
وتملي اتنين على الخطوط، يعني الاجنحه بتخش طبعا للداخل ولكن قليل، يعني تملي على دايما على الخط. الاكثر اللي بيروح على الجون هو موبينزا ده اللي هو الافريقي والحسوني. الوداد بيلعب من ناحيه اليمين اكتر ولا الشمال ولا من وجهه نظرك؟ يعني اقول لك حاجه، الوداد عملها في المباراه الاولانيه بتاعت اتلتيكو، هو بيحول الطريقه من 4-2-3-1 الى 4-1-4-1. اوكي، دي انا متخيل ده اللي هيعمله مع النادي الاهلي، لانه عنده مباراه فاينل، هيبدا المباراه للاخر، هيستدرج الاهلي للاخر، لانه بيلاعب فرقه كبيره هو برده عامل حسابها، فلما يجي يعمل حسابها هيغير طريقه اللعب بتاعته. اما بالنسبه للطرق اللي هو بيهاجم منها، اهم من ناحيه اللي هي ناحيه الشمال احيانا اللي هي يمين ناحيتنا، ويمكن الميل بتلاقي الفرقه كلها بتميل الناحيه دي، وبيجي الاخر اللي هو زي الظهير الايمن يعني كابتن اسامه كده من ناحيه اليمين الباك رايت، اللي هي الحته اللي انت قلت اللي هو بيعملوها العكسيه الناحيه الثانيه. ولكن انا من وجهه نظري ان هو هيشتغل بحرص كبير قوي على النادي الاهلي. يمكن الحرص اللي عمله مع بيتلو اتلتيكو في البدايه في المباراه الثانيه اللي انا شفتها ده كان عامل حرص كبير قوي، كان عاوز يلعب بدون اجهاد، كان عايز يخلص العمليه لان نتيجته عاليه قوي 3-1 وكسبان بره، فافتكر ان هو مخلص. فلما لان خلي بالك ما كانوش برضو موافقين ان هم ياجلوا لهم الماتش وبتاع وقصه كده يعني. فلما لقى نفسه ان هو خلاص احرج شويه، رجع لطريقته العاديه. لكن انا مع النادي الاهلي هيحولها من 4-2-3-1 لا هيحولها 4-1-4-1، وفي تغييرات جوه الملعب 4-1-4-1 قد تكون هي الوسيله او الطريقه، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. ولكن هل هيضغط من قدام؟ هل هينتظر النادي الاهلي؟ هيعمل ايه؟ هنعرف. ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن اسامه وكابتن عادل هيجاوبوا على السؤال ده، والنادي الاهلي برضه هل من نعرف برضه وجهه نظرهم، هيضغط هيقف يستنى؟ هنشوف، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما سالت حضراتكم قبل نهايه الفقره السابقه، هل سينتظر وليد الفرنسي بيتسو موسيماني ولا انت بلعب في ارضي خلاص؟ ما هو يعني في الاخر هي ارضي وجمهوري، او العدد الاكبر هيكون جمهوري، ولكن في النهايه هل انا استنى ولا بلعب نهائي افريقيا ولا بعمل ايه؟ ما هي بقى بص يا اسلام، مشكله انك تخش جوه دماغ كل واحد فيهم، سواء وليد الركراكي او بيتسو موسيماني. بس هل لو انت بتفكر سيناريو يعني لو هو يعني اقصد بطريقه لعبه اللي حضرتك شفتها يعمل ايه؟ يعني انا في مباراه بيترو اتلتيكو تفاجات انه مستني وبيلعب على مهله خالص، وانا تخيلت هو كسبان 3-1 صعب قوي ان بيترو اتلتيكو يجيب فيه 3 اجوان، انا افتكرت هيستغل بقى عامل الجمهور وهيضغط لا هو ما عملش كده من الاول، كان مستني. فانا برضو ما اقدرش ااكد هل هو هيهاجم النادي الاهلي قوي من الاول مستغل انه بيلعب في المغرب وكده، ولا برضه عامل حسابه للنادي الاهلي وخطورته ولعبته الدوليه وامكانياته، فهيفضل مهدي الموضوع تلتين مثلا او يلعب على هجمه مرتده او ضربه ثابته. فبرضه مش قادر اخش جوه دماغه بالظبط. نفس الشيء انت لو رحت الناحيه الثانيه لمستر بيتسو موسيماني، مش عارف نفس الشيء، في ماتشات فاجئنا انه هاجم قوي من الاول خارج ملعبه وكان بيضغط من قدام قوي، وفي ماتشات كتيره برضو كان صابر ومستني نص ملعبنا او تلتين الملعب وبيلعب على مساحات فاضيه لما الديفنس يطلع. فمش يعني السيناريوهات كلها موجوده يعني سواء يعني هنا او هنا يعني هي بقى داخله، هي قرار المدير الفني بقى فيه كل واحد فيهم الفني. كابتن عادل يعني انا ما اقدرش اجزم انه كل واحد فيهم هيعمل ايه، ما اقدرش. انا بيتهيألي هيستفز الاهلي. بمعنى ايه؟ الكراكي يعني كابتن المدير الفني للنادي هيستفز الاهلي. بمعنى ايه؟ انا استنى ان هو النادي الاهلي نادي دائما بيلعب على المكسب، هيبقى العكس بقى، يبقى هيضغط. لا هو في الاول في حاجه دلوقتي في كره القدم يا كابتن اسلام المدربين بيعملوها، الضغط الواهي اللي هو الضغط اللي بيحسسك انه بيضغط، هو ما بيضغطش. بمعنى ايه؟ في ضغط جزئي وفي ضغط جماعي. ايوه انت بتتكلم على انك انت لما تكون عايز تعمل حاجه متوسطه ما بين دي ودي، تعمل الجزئي اللي هو من مطرح الكوره المزنوقه او في المكان الميت، بمعنى
انك انت بتتفرج على الفرقه الاخرى يا كابتن اسلام وبتقول التحضير جاي امتى، زي مثلا اسلام الشاطر كان يبقى على يمين، مثلا سيد معوض يبقى على الشمال مثلا لما كنت بتلعبه. المدرب دائما اللي قدامك بيتفرج مين اكتر واحد بيثق فيه حارس المرمى عشان يرمي له، فبسد مكانه الاقل ممكن ان انا اروح له، انت فاهم، واروح في الحته دي واضغط الحته دي، ده اكيد هيعملها في اول خمس دقائق او العشر دقائق. مفيش مباراه بتمشي على وتيره واحده، المدرب اللي بيمشي المباراه على وتيره واحده ده ما بيبقاش بيتدخل. لكن بطوله افريقيا نهائي لازم تتلعب على جزئيات، الجزئيات بارقام، الارقام بمواعيد، المواعيد انك انت بتتقسم ازاي، تقسم الشوط الاولاني والشوط الثاني، وازاي انت تعرف من دراستك للفرقه الثانيه انهي وقت يعني الماتش مش متساب كده يا كابتن وخلاص. لا مش متساب طبعا، عمره هيتساب كده طبعا. انت بتتكلم على اول ربع ساعه ممكن استراتيجيه انك انت بتهاجم بتعمل ضغطه شرسه علشان تخطف جول، او بالمعنى الاصح بتنزل تدافع علشان الفرقه الثانيه نازله تهاجمك لانها متاخره. لكن مباراه الاثنين زي بعض، الفرقتين هو استيميشن بين الاثنين مدربين، مين فيهم اللي هيبقى صبور اكتر، مين فيهم اللي هيبقى يستغل ضعف الفرقه، نقاط الضعف اللي موجوده في الفرقه الثانيه، الحته اللي موجوده عنده. يعني انا شايف ضعف فرقه الوداد من القلب. اوكي، بس عشان توصل للقلب ماذا تفعل؟ اوكي، هي دي المهمه. زي النادي الاهلي انا متخيل الفرقه ان هم يلعبوا الطويل دايما يا كابتن اسلام، لعب الطويل الطويل، لانه دائما بيقول لك ان الاهلي بيضغط من اي مكان فيلعب شغل طويل عليك. هي دي برضه عندك من وجهه نظره ان ده ضعف عندك، فانت لو تعرف تعمل الجاب ده تقلله شويه والشناوي يبقى كاليبرو هتخنق فرقه الوداد. الوداد بيحب ان هو يفتح الملعب علشان الكور الطويله والنزول والتنزيل واللعب، والكره الثانيه هو شاطر فيها وقوي فيها. النادي الاهلي لو تحكم في الكره الثانيه مع الوداد افتكر ان احنا المباراه ان شاء الله تكون لصالحنا. قبل بس ما اختم مع نجومنا الكبار، عايز برضو اسال حضراتكم على حاجه. هو انا لما اقول تصريح الصبح وتصريح الظهر وتصريح بالليل، هل ده طبيعي؟ والثلاث تصريحات عكس بعض، هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ انا مش هسال الكباتن، هسال حضراتكم. لو ده الطبيعي يبقى انا ما خلاص، يبقى احنا ما يعني مش عارف 11 38 دقيقه من شويه كابتن عصام عبد الفتاح نجم التصريحات، مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس بتقنيه الفار، الصبح ما حددناش، بعد الظهر هنشوف او ما قلتش حاجه، وبالليل فيها فار. فيا مسهل يا رب، يعني فيها فيل، علبه فيها فيل. ايام الله يرحمه توفيق الدقن الحقيقه كان ممثل عبقري وعظيم. هو كمان في حاجه اسلام انا حابب اقولها، معاكم بره الماتش وفيك، بس انا بصراحه الحاجات دي بتخليني ابقى سامع ان رابطه النقاد وده يبقى عندهم حق فيه، المفروض ما يبقاش فيه تصريحات من الحكام من رابطه الانديه، تصريحات للحكام او رئيس لجنه الحكام او الحكام نفسهم بعد المباريات على تعليق على يعني اهداف دخلت او اهداف ما دخلتش او كره اوف سايد، المفروض ما يبقاش في تصريح. انا وجهه نظري كده، هو اللي ما يحصلش لبس هو اللي بيصرح. خلي بال حضرتك، انا بحب الكابتن عصام جدا طبعا، والله بجد كلنا بنحبه وبحترمه جدا كشخص وبتاع، ولكن انا عندي مشكله كبيره جدا مع الكابتن عصام في كيفيه ادارته لاداره لجنه الحكام بجد والله. يا كابتن اسلام اسالك سؤال، اتفضل يا كابتن. هو عيب انك انت تقول انا اخطأ؟ لا طبعا انا مش طب عارف. عيب انك انت مثلا، طب انا قلت للكابتن عصام النهارده حاجات والله يا كابتن، قلت له فلان الفلاني والحكم الفلاني قال كذا وعمل كذا وانت كلمته وقلت كذا، بقول لحضرتك ده انا بقول له كابتن عصام على الهواء، قلت له يا كابتن لو انا بقول حاجه غلط لو سمحت تطلع قول لي يا اسلام انت كل الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، وقول لي واحد اتنين تلاته انا بقولك على الهواء، يعني انا مش بقول بقى، يعني تخيل انت انا بقول لك يا كابتن عادل اطلع بقى وانت دلوقتي على الهواء قول لي يا اسلام انت غلطان في كذا وكذا وكذا وكل الكلام انت بتقوله ده كده، حضرتك ما بتردش. انا عايز اكمل النقطه بتاعتي دي يا كابتن اسلام. انت في الـ في الـ في الجون اللي اتعمل وقلنا الفار ما بيتدخلش، انت لما تيجي تطلع يا كابتن عصام مش عيب انك تقول في خطا في تنفيذ القرار، الناس هتحبك وهتحترمك، لكن انت الهدف انك انت رايح يعني اللي هو انصر اخاك ظالما غلط. الموضوع مش كده يا كابتن عصام. اولا حكامك
هياخدوا على الغلط. وبعدين ما احنا خلي بالك احنا ما عندناش حكم في كاس العالم. وهي جت كده بقول لك منتخب مصر ما راحش اربع خمس دورات ورا بعض. هو اللي قال كده؟ اه والله. اه والله. اما اللي هو راح لكاس العالم والكابتن جمال غندور راح لكاس العالم. هو الكابتن عصام رد قال كده. ما هو كابتن عصام الصراحه يعني هو الحقيقه ما انا بقول لحضرتك يعني واضح ان يعني من حته البروتوكول يعني هو يمكن بيعمل تحكيم جديد مش عارف. هو التصريحات مفروض تقل من لجنه الحكام من الكابتن عصام او من الحكام نفسهم صح عشان ما يحصلش جدل كتير. الحكام دلوقتي بقى بيطلع هي كابتن محمد عدل من ساعه ما طلع وقال الاحتواء اصلا يحصل جدل كتير بقى في احتواء اصل هي البروتوكول وفي روح البروتوكول في حاجه ثالثه 50-50 ضربة الجزاء 50-50 مشكلة الحاجات الأخطاء التحكيمية أو حتى صح أو لعبة خطأ أو صح بيحصل فيها جدل. فلو كمان حد من لجنة الحكام طلع قال ده غلط ودي صح وده بيحصل لبس عند الجماهير وعند الناس كلها. اتفضل عارف المشكلة الأخيرة في ثانية واحدة هو أنت ليه كنادي أهلي بتكسب؟ الثانية عدت على فكرة وبتجمد يعني بتكسب على طول بقول لك الثانية عدت وبتجمد لا بهزر بهزر يا كابتن ودي مهمة قوي أنت بتستفز الناس إنك بتكسب كأهلي يعني وبتلعب بعمل إيه أقفل النادي ولا أعمل إيه؟ ما أنا دلوقتي عاوز أقول لهم يا جماعة يعني والله نصيحة ما تحطش الأهلي في دماغك اشتغل شغلك وخلاص اشتغل زيه هتنجح لكن أنت حطه في دماغك اللي ما يطلقش عاوز ينزلك يا عم ما تطلع لي احسن انت لو طلعت لي احتمال تفيد الكره المصريه لكن انت عاوز تنزلني وانزل ده في ناس مش عايزك تاخد بطوله افريقيا من هنا بقول لك انا لسه كنت بقول والله امبارح حد طلع حد قال كلها معلومات مغلوطه غلط مش صح يعني تخيل واحد مثلا الكابتن اسامه عنده 40 سنه تخيل واحد طلع يقول لك وبيتكلم بثقه ان الكابتن اسامه عنده 30 سنه ده كده المعلومه غلط كده مش بجد مش هزار في حاجات النادي الاهلي صابر عليها يا كابتن في حاجات قال على اسامه انا بتكلم يعني في حاجات النادي الاهلي صابر عليها بكوارث بتحصل ضده بره يا انا رب بكلمك إن شاء الله ومن اشخاص معينين وانا معروفين أنا, طبعًا. انا عارف واحد عمل كارثه في النادي الاهلي بس موجود حضراتكم النهارده وبقيه في قناه الاهلي وبقيه القنوات ان شاء الله يكون يعني بيرد ولو على اجزاء على قد ما بنقدر بنحاول الحقيقه ان احنا نوضح الحقيقه من خلال كلام واضح وصريح علشان اي حد عايز يقول اي حاجه يقول لي اسلام لا والله انت بتقول غلط او بتقول كذب انا عايز حد يطلع يقول لي كده نفسي حد يطلع يقول لي كده على الهوا وانا هرد على طول واقول ان انا في الموضوع ده قلت كذا وكذا وكذا وعندي كذا وكذا وكذا. كابتن اسامه شرفت ونورت الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كابتن عادل شرفت ونورت أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا سيب حضراتكم إن شاء الله بكرة نلتقي على خير وإن شاء الله يكون يوم جديد إحنا غالبا لغاية يوم الاثنين هنبقى مع حضراتكم كل يوم مين اللي هيبقى موجود كل شاشة قناة النادي الأهلي هتسخر برامجها لمساندة ودعم والوقوف خلف فريقها وخلف جمهور النادي الأهلي لأنه زي ما قلت لحضراتكم من وقت خروج أو من وقت الوصول للفريق للمطار هتلاقوا كاميرا قناة الأهلي متواجدة مع الفريق وبتنقل لحضراتكم كل ما هو متاح إن احنا ننقله وبالتالي إن شاء الله خلال الفترة القادمة دعم ومساندة واجبة يا كابتن أسامة وكابتن عادل لكل الناس مش عايزين نتكلم بقى على ولا تحكيم محلي ولا حاجة ولكن دعم ومساندة واضحة إن شاء الله خلال الفترة القادمة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم على خير وحلقة جديدة من البيت الكبير في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرق